السلطات المحلية لولاية غردايا بتعاون مع مختلف جمعيات الأحياء وهيئات المجتمع المدني في إجراء سلسلة من التدابير والحملات التحسيسية عبر شوارع وأحياء المدينة، من توزيع الكمامات ومطويات تشمل نصائح وقائية. وقاية ما يديروا في الكمامة تاع كوفيد 19 هذا، وقاية مليحة الأخت. لازم الفيكتيف كاع البليبار الحماية بالكمامة هذه لازم. إيه. نتمناو يا ودي ياخذ الحكومه تاخذ اجراء ضد هاد الناس هذه اللي راه الفوضى، راه المرض وراهم ماهمش عارفين روحهم واش راهم يديروا. كل احياء كاينه اشغاليه، هو مسكلب الحي تاعو، نبعثوا له وسائل التعقيم، هو مسكلب بالحي تاعو، وكل عندنا حوالي 25 اشغاليه في كل البلديات، انهم مستكلفين بهذه العمليه. ويتم تعقيم وتطهير مختلف المؤسسات والهيئات المستقبلة للمواطنين تشرف عليها مصالح الحماية المدنية. رانا نسكن مع بلدية الغردايا في من أجل رفع الوعي وتوعية المواطنين، وكذلك المشاركة في عملية التطهير والتعقيم للمرافق العمومية. أنا كخالية رانا دايرين تكاثف مع البلدية، مع لا دايرة، مع الولاية، مع جميع الأعضاء، الشباب وشابات في ولاية غردايا نعقموا في الأحياء وفي الأرصفة. تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني لمكافحة انتشار الوباء خطوة أولى نحو تجاوز الأزمة لتفادي الأوضاع الصحية الكارثية.